يكونوش نقاشات ثنائيه باش يكونوش ناس بغينا باش نخرجوا النتيجه من هذا الحق. لا لان تم تقوي الحركه ما لم تقل. اللي بغى جمهوريه من حقه يعبر. قانون حقوق الانسان تضمن لك حق التعبير، حقك تعبر تقول بغيت الجمهوريه، وحق اللي بغى خلافه يقولها، ولكن ما يتنسبش حركه 20 فبراير، لان شكون اللي في حركه 20 فبراير حنا ما كنبطقوش الناس. واحد السؤال حنا ما كنبطقوش حركه 20 فبراير. كنمثلوا الشعب المغربي. علاش؟ لان الشعب المغربي فاش نزلنا في 20 فبراير هذوك الناس اللي نزلوا هزوا المطالب ديال حركه 20 فبراير، كلشي باغي حل الحكومه والبرلمان. علاش؟ لان شكون اللي صوت على البرلمان؟ 23% ديال المغاربه اللي صوتوا في الانتخابات لا تمثل الشعب المغربي. هذيك البرلمان، هذيك الحكومه لا تمثل الشعب المغربي. واش حركه 20 فبراير تمثل الشعب المغربي؟ انا نقول لك، انا كنقول بابا طرح واحده نقطه مهمه. انتم يعني تتحدثون باسم الشعب الان. حركه 20 فبراير كاين منظمات شبابيه اخرى تقول لا حركه 20 فبراير استطاعت انها توحد الشعب المغربي مختلف التيارات ديالو، وينزلوا نهار 20 فبراير للشارع هزين المطالب الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه ديالهم. اسمح لي نقول لك كل واحد كيفهمها، دستور شعبي ديمقراطي كل واحد كيفهمها. المهم تعطى الفرصه للشعب انه هو يختار شنو بغى. والشعب الناس خارجين هزين لافته فيها ملكيه برلمانيه، ما حتى شي واحد هز شي لافته اخرى من غير هذه. بجميع الاحوال الشعب حقه يختار. كاين اللي كيطالب بالخبز فوالا، هذا مطلب اجتماعي خرج اجلو حتى حنايا، ولكن الخبز في هذه المرحله غيتحقق لك بملكيه برلمانيه. الخبز ما غيطيحش من السماء، غتعطي لك الحكومه لانك غتحاسبها في الحال نهار الحكومه غادي تطبق المشروع السياسي ديالها ولا ما طبقاتوش، تما بحقك تحاسبها. توجد هضري للدلال.